تتضامن الكلمات أمامك خجلا لأنه لا توجد فيها كلمة توفيك حقك. أتوسل ذاكرتي كي تجود عليا لعلها تمدني ولو بكلمة تعبر عما في قلبي تجاهك، لكن الذاكرة تخذلني وتهرب من ملاحقتي. أماه في قلبي أطنان وأطنان من مشاعر الحب والعرفان والانتماء والشكر، وحتى هذه الجملة الصماء لم تستطع مع الأسف التعبير عما أحمله لك في قلبي. أماه أكتب لك هذه الكلمات المتواضعة لأقول لك أنني أغرق في بحر جميلك، هذا الجميل الذي يخلقني ويعقد لساني، هذا الجميل الذي لن أستطيع رده في يوم من الأيام. فمهما فعلت ومهما قلت فلن يساوي شيئا بجانب عطائك الواسع. أماه لن أقول أنك حملتي وربيتي وأرضعتي وسهرتي وتعبتي وتحملتي من أجلنا الكثير والكثير، وتخليتي عن رغبات كثيرة لتحققي لنا رغبات. فما قدمتي لنا أكثر من ذلك بكثير. لقد علمتنا أهم دروس الحياة وعلمتنا معنى الحياة، ولم تكتفي بذلك بل كنت وما زلت لنا شمعة تحترق لتنير لنا دروب الحياة. أتعلمين يا أمي، الجنة ليست فقط تحت قدميك، بل أنت الجنة بكل نعيمها وروعتها. اللهم احفظ لي أمي، اللهم لا تجعل لها ذنبا إلا غفرت، ولا هما إلا فرجت، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولها فيها صلاح إلا قضيتها. اللهم لا تجعل لها حاجة عند أحد غيرك. اللهم أعنا على برها حتى ترضى عنا فترضى. اللهم أعنا على الإحسان إليها في كبرها. اللهم وارضها علينا. اللهم ولا تتوفاها إلا وهي راضية عنا تمام الرضا. اللهم وأعنا على خدمتها كما ينبغي لها علينا. اللهم اجعلنا بارين طائعين لها. اللهم رزقنا رضاها ونعوذ بك من عقوقها. اللهم رزقنا رضاها ونعوذ بك من عقوقها. اللهم آمين، اللهم آمين. أعرف يا أماه أن هذه الكلمات لا تستطيع أن تصف حنانك وطيب قلبك، ولا تستطيع وصف شعورك تجاهك. فكل ما أستطيع قوله لك هو أني أحبك. أمك قالت لي إيشي؟ شهرتك أمي. قالت لي أمك إيش عنك؟ أمك قالت لي امبارح إنك عملت إشي غلط لما أجى عندي الضيوف، عندكم الضيوف. هي أمي بتسكتش كل شي بتخرب؟ قالت لي، يعني ما أنا سألتها، قلت لها ليش فتحي ما إجاش عندي بالليل؟ قالت لي فتحي كانت قاصر. طيب ما قالت لي فتحي ما إجاش عندك. طيب خربنا، ليش؟ بس أنت غلطتي صح؟ وغلطت لازم الولاد يتعلموا منها عشان ما يغلطوش زيك، شو رأيك؟